طبعا الفريق السيسي انا اعرفه من فتره طويله، ولكن بدايه معرفتي به عن قرب كان حينما كان رئيسا لاركان المنطقه الشماليه العسكريه، ثم بعد ذلك تولى منصب قياده المنطقه الشماليه العسكريه، ثم بعد ذلك انتقل الى مداره المخابرات الحربيه والاستطلاع وباقي القصه اللي حضرتك قلتها. واللي انت هتقوله كمان شويه هو انه من ضمن الناس الذين تم تاهيلهم على مستوى عالي داخل وخارج مصر. فيما يتعلق بداخل مصر فاحنا بنطلق عليها الفرق الاساسيه، فرق الاساسيه للضباط، اضافه لي الكليه القاده والاركان، كليه القاده والاركان اللي هي اركان حرب، بنسميها اركان حرب، اخذ اللي هي ماجستير علوم عسكريه سنه 87، ثم كليه الحرب العليا بعد ذلك، وتخرج من اكاديميه ناصر العسكريه العليا، وبعد ذلك ذهب الى بريطانيا وخد ماجستير العلوم العسكريه من كليه القاده والاركان اللي هي كامبرلي 92. ايوه، وايضا 2006 وبريطانيا والولايات المتحده الامريكيه كليه الحرب البريه، لان هناك في الولايات المتحده الامريكيه في البريه ليها كليه والبحريه ليها كليه والى اخره، وفي الكليه التي تجمع هؤلاء جميعا وهي جامعه الدفاع الوطني في فورت ليسلي باكنير في واشنطن نفسها، دي اللي انا خدت منها الشهاده بتاعتي. فطبعا هو مؤهل من الناحيه العسكريه، مؤهل تاهيلا كثيرا، اضافه لان الفتره الماضيه منذ ان عين وزيرا للدفاع، منذ ان كان اصلا مديرا للمخابرات الحربيه والاستطلاع، هذا الامر فتح امامه مجالات كثيره جدا من المجالات السياسيه والامنيه والى اخره. والحتة دي اذا كانش عندك استعداد انك تتعلم منها كويس بيصح ما توصلش لحاجه، لكن لما بيكون عندك استعداد انك تتعلم فبتصل فيها الى درجات عاليه جدا، الامر الذي رشحه بعد ذلك ان يكون وزيرا للدفاع ورقي الى رتبه الفريق اول. وبعد ذلك اثبت انه رغم ان الذي عينه في هذا المنصب هو محمد مرسي الا انه لم يقف مع محمد مرسي في كل مواقفه، بالعكس هو وقف مع الشعب المصري، وكان 30 يونيو هو العامل الفاصل في هذا الموضوع. ومنذ 30 يونيو او تاريخ ميلاد السيسي في مصر بالنسبه للمصريين هو 30 يونيو، يعني انا انا الحقيقه اما ببص للشعبيه اللي خدها في الشارع المصري، يعني انا مانيش فاكر حد خد بهذا الشكل بهذه السرعه. يعني حتى عبد الناصر حينما وصل الى المكان اللي هو فيها، لاحظ ان هو في مارس سنه 54 شالوا محمد نجيب من الحكم، وبعدين الشعب رجعه تاني، فبعديها بشهر في ابريل 54 شالوه مره تانيه، ثم جاء عبد الناصر ولم يكن مرغوبا من الشارع المصري، ابتدى عبد الناصر ياخد شعبيته في 56 حينما حدث العدوان الثلاثي على مصر 56، بدا عبد الناصر ياخذ الشعبيه بتاعته يعني بعد التي اوصلته 4 سنين التي اوصلته الى مصر. السيسي الحقيقه يعني سبحان الله، يعني المحبه دي من عند الله سبحانه وتعالى، استطاع ان يصل الى قلوب الناس والناس وثقوا فيه جدا، وهو لولا الضغوط الكثيره جدا التي مورست عليه ما كانش وافق. وخليني اقول لك حته هتسمعوها منه بعد كده اللي هي اما قال ان يا جماعه الفتره القادمه لا تعني ان يكون هناك رئيسا لجمهوريه او وزاره او الى اخره، ان يكون هناك برنامج للتنفيذ، لا، الفتره القادمه هيكون هناك رئيسا للجمهوريه ووزاره والى اخره تقوم بتقديم ما تستطيعه، ولكن على الجانب الاخر المواطن المصري عليه ان يعرف انه عليه ان يدفع شيئا، عليه ان يشترك اشتراكا فعليا. وبالتالي ادى الاشاره أنه سيكون صريحا مع المصريين جميعا، وهيقول البرنامج بتاعه، وهيقول أنا هعمل كذا والشعب عايز كذا وهو إلى آخره، ثم يستطيع أن يحصل على، هي عملية صعبة ما هي سهلة، لكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه هو ينجح فيها.